مفهوم القدرة الكهربائية. القدرة الكهربائية هي معدل تحول الطاقة الكهربائية إلى شكل آخر للطاقة، وتقاس بوحدة الواط. كما يمكننا حساب القدرة المستهلكة في جهاز كهربائي باستخدام العلاقة التالية، وهي القدرة تساوي التيار في الجهد الكهربائي. كما يمكننا أن نختصر هذا القانون من خلال الرموز التالية: القدرة تساوي تاء في ج. القدرة تقاس بوحدة الواط، التيار الكهربائي تاء يقاس بوحدة الأمبير، كما يمكن أن نرمز له بالرمز A capital. ج وهي الجهد، فرق الجهد، ويقاس بوحدة الفولت ويرمز له V capital. تعالوا معي نحل هذا السؤال. تستخدم في مشغل الأقراص المدمجة بطارية جهدها الكهربائي 6 فولت. احسب القدرة الكهربائية لمشغل الأقراص إذا كان التيار المار به نصف أمبير. الحل طبعاً القانون هو القدرة تساوي التيار في الجهد، وقيمة التيار هي نصف أمبير، أما بالنسبة إلى الجهد المار في الدائرة فيقدر ب 6 فولت. الناتج سيكون 3 واط، وحدة القدرة هي واط. من الجدول التالي: أي الأجهزة الواردة في الجدول أكثر استهلاكاً للطاقة الكهربائية، وأيها أقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية؟ نلاحظ معاً، توجد لنا أجهزة قدرتها الكهربائية قليلة، مثلاً كالتلفاز الملون، وهناك أجهزة تمتلك قدرة عالية كالمايكروويف والمجفف. الأجهزة الواردة في الجدول الأكثر استهلاكاً للطاقة هي المايكروويف ومجفف الشعر أكثرهما استهلاكاً، والتلفاز أقلها استهلاكاً، وذلك اعتماداً على قيمة القدرة، إذ أن المايكروويف ومجفف الشعر يمتلكان قدرة عالية. سنتكلم الآن عن القدرة والطاقة الكهربائية. نبدأ بتكلفة الطاقة الكهربائية، حيث تقوم شركة الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها للمستهلك بوحدة الكيلووات ساعة، ويمكننا أن نختصرها KWH. الكيلووات ساعة هي مقدار الطاقة التي يستهلكها جهاز قدرته 1000 واط عند تشغيله لمدة ساعة، أي إن هذه الطاقة تكفي لإضاءة 10 مصابيح بقدرة 100 واط في الساعة أو لمدة ساعة، أو إن هذه الطاقة يمكنها أن تشغل أو تضيء مصباح واحد 100 واط في 10 ساعات. كلها العبارات تؤدي إلى مفهوم واحد. فمقدار الطاقة المستهلكة إذن تعتمد هنا على القدرة والزمن. ما يترتب على ذلك ثمن، إذ تقوم شركة الكهرباء بتحديد الطاقة المستهلكة في المنزل كل شهر وبوحدة الكيلووات ساعة. يتم حساب ثمن تلك الطاقة الكهربائية المستهلكة باستخدام العلاقة التالية، وهي مقدار الاستهلاك بوحدة كيلووات ساعة في
سعر الكيلووات ساعة والتي تقوم شركة الكهرباء بتحديده، إذ أن ثمن الطاقة تساوي مقدار الاستهلاك بوحدة كيلووات عبارة عن القدرة مضروب في الزمن، والقدرة تكون بوحدة الكيلووات في سعر الكيلووات والتي تحدده الدولة أو شركة الكهرباء. القانون النهائي لثمن الطاقة المستهلكة هو كالتالي: فالقدرة بالكيلووات هي عبارة عن التيار في الجهد قسمة ألف، وذلك لإخراج القدرة بوحدة الكيلووات في الزمن بالساعة، في سعر الكيلووات في سعر الكيلووات ساعة والذي تحدده الشركة بالفلس. هذا هو قانون ثمن الطاقة المستهلكة. تعالوا معي نحل هذا النشاط التعليمي في ضوء القانون السابق. إذا كانت كمية استهلاك الكهرباء لمنزل كما وردت في الفاتورة الشهرية 400 كيلووات ساعة، احسب أثمان الكهرباء التي استهلكها المنزل إذا كان سعر الكيلووات ساعة والذي حددته شركة الاستهلاك 5 فلسات، فما سيكون الحل؟ تعويضنا في القانون سيكون كالتالي: مقدار الاستهلاك بوحدة كيلووات ساعة، وهو كمية استهلاك الكهرباء للمنزل كما وردت في الفاتورة الشهرية وقيمتها 400، في السعر والذي حددته الشركة وهو 5 فلسات، سينضرب هنا ويكون الناتج 2000 فلس، ما يعادل ديناراً. المثال الثاني: وصلت مكواة كهربائية بمصدر جهد مقداره 110 فولت، وكان التيار المار 1.5 أمبير. احسب ثمن الطاقة التي استهلكتها المكواة إذا تم تشغيلها لمدة 3 ساعات، علماً بأن سعر الكيلووات ساعة من الكهرباء 5 فلس. الحل كما نعرف من القانون السابق بأن ثمن الطاقة المستهلكة عبارة عن القدرة بوحدة الكيلو واط في الزمن بوحدة الساعة في السعر بوحدة الفلس. طبعا نقوم بالتعويض من خلال المسألة، حيث أن القدرة تساوي التيار في الجهد، وقيمة التيار من المسألة 1.5 × 110. طبعا نقسم على 1000 لإيجاد وحدة القدرة بالكيلووات، ضرب في الزمن لكي نجد الطاقة المستهلكة بوحدة كيلووات ساعة. فالزمن هنا يوجد لدينا 3 ساعات، أما بالنسبة إلى السعر ف5 فلس، يعوض هنا، سيكون الناتج 2.475 فلس. الكهرباء والسلامة. سجل الدفاع المدني في السنوات الماضية وفاة العديد من الأشخاص بسبب الصعق بالكهرباء. عليك عزيزي الطالب أن تتجنب الصدمة الكهربائية، وذلك من خلال الإرشادات المذكورة أمامكم في الجدول التالي:
عزيزي الطالب، تجنب استخدام الأجهزة التي تكون وصلاتها محطمة أو تالفة. كما عليك أيضاً أن تفصل الجهاز عن مقبس الكهرباء عند حدوث أي مشكلة ما. تجنب ملامسة الماء في أثناء وصل الأجهزة الكهربائية أو فصلها. كما عليك أن لا تلمس خطوط القدرة الكهربائية بيدك أو بأي أداة مثل خيط الطائرة الورقية وأنت تلعب في الشارع. تقيد بإرشادات السلامة العامة وإرشادات التحذير وعلاماتها باستمرار لتتجنب خطر الصدمة الكهربائية. الصدمة الكهربائية كيف تحدث؟ تحدث في جسم الإنسان عندما يشكل الجسم جزءاً من دائرة كهربائية بطريقة الخطأ. كما نعلم بأن مقاومة الجلد الجاف للإنسان عالية، لذلك فهو يعزل الجسم ويمنع التيار من دخوله. لذلك جاء هذا الإرشاد أن تتجنب ملامسة الماء في أثناء وصل الأجهزة الكهربائية، لأن مقاومة الجلد الجاف تكون عالية، وإذا كانت المقاومة عالية سيكون سريان التيار هنا قليل، فأنت بذلك ستتجنب خطر الصدمة الكهربائية. السوائل في جسم الإنسان موصلة للكهرباء. لا، يجب علينا أن ندرك ذلك، بأن السوائل الموجودة في جسم الإنسان موصلة للكهرباء. يزداد مقدار الصدمة بزيادة التيار الذي يسري في الجسم كما هو موضح في الشكل، إذ أنه كلما زاد مقدار مقدار التيار بوحدة الأمبير هنا يؤدي إلى ازدياد الخطر، قد يؤدي إلى الوفاة، لأننا نلاحظ هنا عندما يكون التيار الكهربائي الذي يسري في الجسم 1 أمبير يؤدي إلى هبوط في القلب وبالتالي يؤدي إلى الوفاة. كيف نحمي الدوائر الكهربائية من حوادث الحريق؟ إذا أضفنا أجهزة للدائرة الكهربائية على التوازي كما ذكرنا في الدرس السابق، فإن التيار سيزداد فيها، وذلك لأن المقاومة الكلية للدائرة الموصلة على التوازي تكون عادة قليلة، فالتيار هنا عالي. تسخن الأسلاك، وإذا استمر التسخين يحدث الحريق. إذن التوصيل على التوازي كلما أضفنا له أجهزة يزداد التيار وتسخن الأسلاك، وإذا استمر التسخين يحدث الحريق. لذلك لنحمي الدوائر الكهربائية من خطر زيادة التيار وبالتالي حدوث الحريق، توصل الدوائر بمنصهرات أو قواطع في الدائرة، وذلك لوضع حد لزيادة التيار كي لا يحدث الحريق. كيف تعمل تلك المنصهرات إذا وصلت في الدائرة للحد من أو لحماية الدوائر الكهربائية من خطر الحريق؟ سنرى الآن تركيب المنصهر. المنصهر يحتوي على سلك فلزي، كما نلاحظ هنا سلك فلزي رفيع. ينصهر ذلك السلك عندما يزيد التيار عن مقدار معين، وبذلك تنفتح أو تقطع الدائرة الكهربائية. إذا زاد التيار في الدائرة عن حد معين سينصهر السلك الفلزي الرفيع داخل المنصهر ويتوقف التيار. أما إذا كانت الدوائر متصلة بقواطع وفتح القاطع فستفتح الدائرة ويتوقف التيار. لكي
نجعل التيار يسري مرة أخرى، نقوم بتغيير المنصهر أو نغلق القاطع إذا فتح. وهذا ما يحدث لنا في المنازل عندما يفتح القاطع وتتوقف الأجهزة عن العمل، نقوم بإغلاق القاطع مرة أخرى ليسري التيار مرة أخرى في المنزل. هل تعلم عزيز الطالب أن أغلب حالات الموت بسبب البرق الذين هم بخارج المنزل؟ لأن البرق يفرغ كمية هائلة من الطاقة الكهربائية وفي فترة جدا بسيطة، لذلك أثناء حدوث البرق عليك بالدخول إلى أقرب مبنى إذا كنت خارج البيت وشاهدت البرق أو سمعت صوت الرعد. إذا لم تستطع دخول المبنى أو البيت، ننصحك بالتالي: تجنب الأماكن العالية والمناطق المفتوحة، ابتعد عن الأجسام الطويلة مثل الأشجار وأعمدة الإنارة، ابتعد عن خزانات المياه والهياكل الفلزية والمسطحات المائية لضمان سلامتكم. تعالوا معي نحل هذا النشاط التقييمي. أجب عن الأسئلة الآتية: السؤال الأول، ما الذي يؤدي إلى رفع درجة حرارة أسلاك الدائرة؟ الذي يؤدي إلى رفع درجة حرارة أسلاك الدائرة الزيادة في عدد الأجهزة الموصولة على التوازي في الدائرة الكهربائية لدرجة حدوث الحريق، إذ أن المقاومة الكلية للدائرة الموصولة على التوازي تكون قليلة، فالتيار هنا يكون عالي مما يؤدي إلى حدوث الحريق. كيف يعمل المنصهر على وقف التيار الكهربائي في الدائرة؟ إذا زاد التيار المار في المنصهر عن حد معين، ينصهر السلك الفلزي الرفيع داخله، يؤدي ذلك إلى توقف التيار الكهربائي. كيف يمكن أن يسري تيار في جسم الإنسان؟ كما قلنا سابقاً، إذا شكل الجسم جزءاً من دائرة كهربائية عن طريق الخطأ. إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم، شكراً على حسن استماعكم، نلقاكم في درس آخر، مع السلامة.